السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا ونبسطوا درس المعادلات للمستوى الجدول المشترك العلمي فرنسيه او عربيه، وغنشوفوا الطريقه كيفاش غنحلوهم ومختلف الحالات اللي تيكونوا عندنا بالاضافه الى تطبيق شامل لهاد الحالات. اذا بالنسبه للمعادلات من الدرجه الثانيه بمجهول واحد اللي تيكونوا عندنا هما على الشكل ax او كاري بلس bx بلس c تيقال زيرو. دونك بالنسبة لهاد a و b و c سون دي نومب غيال، يعني اعداد معلومة. اذا الطريقة اللي كنديرو تنحسبو هاد المميز لو ديستريمينون دلتا كي تيقال b او كاري موا 4ac. دونك كنعوض هاد العدد هذا هنايا وتندير اس 2 ناقص 4 ضرب هاد العدد اللي تيكون مع اكس اس 2 ضرب هاد العدد هذا اللي هو السي. اذا بالنسبه من بعد ما نحسبوا هاد النتيجه غادي نلقاو ثلاثه ديال الحالات، يعني اما هاد النتيجه تكون سالبه، يعني في هاد الحاله دلتا اصغر قطعا من صفر، وتنقولوا ان المعادله لا تقبل حلا، يعني لونسومبل دو سوليسيون ايتيغال لونسومبل فيد. استدعي كو هاد المعادله يعني مجموعه الحلول ديالها هي مجموعه فارغه. الحاله الثانيه هي اننا نلقاو هاد دلتا ايتيغال زيرو استدعي نول، وهنا تنقولوا ان المعادله عندها حل واحد. والطريقه كيفاش غادي نحسبوا هاد الحل، تنديروا اكس ايتيغال ا موان بي سو دو ا. دونك تندير المقابل ديال بي ديال هاد العدد اللي تيكون هنايا وتنقسمو على جوج ضرب ا. هو هاد المعامل ديال اكس اس 2. اذا بالنسبه للحل ديال هاد المعادله تنكتب في التحت اس لونسومبل دو سوليسيون ايتيغال هاد العدد اللي لقينا هنايا فاش نحسبوه تنديرو هذيك النتيجه هنايا. بالنسبه للحاله الثالثه دونك قلنا الا كان دلتا اصغر من صفر دلتا يساوي صفر، دونك الحل اللي بقات لينا هي دلتا الا كان موجب قطعا استدعي دلتا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك بالنسبه لهذه الحاله هذه غادي نقولوا ان المعادله عندها جوج ديال الحلول. الحل الاول اكس ان ايتيغال موان بي موان غاسين دلتا سوغ دو ا. دونك انت كتعوض هادو وكتحسب وغيتلقى داك العدد في الاخر. دونك هذا الحل الاول. الحل الثاني داير بحال هذا نيت، يعني تيشبه ليه، فقط هنا كاين ناقص هنا كاين زائد. وفاش تحسبه يعني تحسب هاد اكس واحد واكس جوج غيجي لتحت وغيتقول دونك الحل ديال هاد المعادله هو هاد جوج ديال الحلول استدير اس ايتيغال ا اكس 1 اكس 2. دونك هذا بالنسبه يعني مختلف الحالات اللي تيكون عندنا. قلنا بالنسبه للحاله الاولى دلتا فاش تيكون اصغر من صفر المعادله لا تقبل حل. الحاله الثانيه فاش دلتا تيكون تساوي صفر المعادله عندها حل واحد اللي هو موان بي سو دو ا. وفاش تيكون دلتا اكبر قطعا من صفر دونك هنا في هذه الحاله عندها جوج ديال الحلول اكس 1 اي اكس 2. دونك هنا تنقولوا المعادله عندها جوج ديال الحلول وتنكتب هذوك الحلول هنا. غادي نمشيو ان شاء الله غادي نديروا امثله في هاد يعني في هاد الحالات هادو كاملين، وغادي نبداو مثلا بالحاله الاولى وغادي ناخذوا هاد المعادله. اذا عندنا مثلا اكس اس 2 زائد 2 اكس زائد 3 كتساوي صفر. دونك في هاد الحاله ا هو واحد ما كاين والو هنا، يعني راه كاين واحد هنا. بالنسبه لبي هو زائد 2 وبالنسبه للسي هو زائد 3. اذا بالنسبه للطريقه اللي قلنا انا نحسبوا دلتا، دونك هنا دلتا غادي نديروا بي او كاري موان 4 اسي فقط تنعوض يعني بي بالقيمه ديالو اللي هي 2 وبالنسبه لا هي واحد وبالنسبه للسي هي 3. دونك تنعوض وتنحسب غادي نلقى في النتيجه ناقص 8. دونك ناقص 8 اصغر قطعا من صفر، بمعنى دلتا هنايا اصغر قطعا من صفر، يعني ان المعادله ما عندهاش حل. دونك بكل بساطه كندير اس ايتيغال لونسومبل فيد. غادي نمشيو للحاله الثانيه وغادي ناخذوا هذا المثال هذا ديال اكس كاري ناقص 6 اكس زائد 9 كتساوي صفر. اذا هنا بطبيعه الحال غادي نعاود نحسب دلتا يعني نفس الطريقه اللي درنا في هذا المثال هذا. دونك بي او كاري موان 4 اسي بالنسبه لبي هنايا هو موان 6. دونك غادي ندير موان 6 تو او كاري كلشي اس 2 عاد ناقص 4 ضرب ا اللي هو واحد. دونك ما كاين والو هنايا، يعني راه كاين واحد ضرب 9 9 هو سي.
دونك فاش عوضنا يعني وغادي نحسب ناقص تاع كل شيء استثنان، يعني هذا ناقص 6 ضرب ناقص 6 ناقص مع ناقص راه غتمشي غتعطينا 36، ناقص هي ناقص 4 ضرب 9 هي 36، و 36 ناقص 36 هي 0، بمعنى دلتا يساوي 0، يعني ان المعادله عندها حل واحد. دونك شنو هو هذا الحل؟ غادي ندير اكس ايتيغال موان بي سور دو ا، وغادي نعوض. دونك موان بي هو مقابل ديال بي، دونك بي في هذه الحاله هو ناقص 6، اذا موان بي غادي يكون هو 6، دونك 6 على 2 ضرب 1، دونك 1 هو المعامل ديال اكس وكار. دونك فاش عوضنا هي 6 على 2 هي 3، يعني الحل ديال المعادله هو 3. غادي نمشيو لاخر مثال ديال الحاله الثالثه. دونك غادي ناخذوا هذا المثال هذا ديال 2 اكس وكار بلس 5 اكس بلس 2 تيغالا 0. دونك بنفس الطريقه غادي نحاولوا نحسبوا المميز دلتا. دونك بالنسبه لهذه الحاله بي راه هو 5، بالنسبه للأ هو 2، وبالنسبه للسي هو 2. دونك غادي نعوض وغادي نحسب وغادي نلقى مثلا 25 ناقص 16 اللي هي 9. دونك بالنسبه للتسعود هنايا اكبر قطعه من صفر، يعني دلتا اكبر قطعه من صفر. وشنو قلنا قبيله؟ يعني ان هذه المعادله في هذه الحاله هذه راه كانت عندها جوج ديال الحلول. دونك الحل الاول هو نسميه اكس مثلا ا، هو موان بي موان غاسين دلتا سوغ دو ا. دونك كتعوض فقط مقابل ديال بي، لوبوزيت ديال بي هو مقابل ديال زائد 5 هو موان 5، دونك ناقص 5. وغاسين دلتا، دلتا لقيناه هو تسعود، دونك الجذر ديال تسعود هو 3. خسرتي 5 خسرتي 3 هي خسرتي 8، وخسرتي 8 وغادي نقسموها على 4 هي ناقص 2. هذا بالنسبه للحل الاول. غادي نمشيو للحل الثاني. قلنا فقط الاختلاف بين الحل الاول والحل الثاني، هنا تيكون عندنا ناقص وهنا مثلا تيكون عندنا زائد، اذا نفس الارقام فقط هنا غادي نغير هذا ناقص بهذا زائد. خسرتي 5 ربحتي 3 هي خسرتي 2 ناقص 2 على 4، دونك هنا غادي نسامبليفيو ب 2 غادي نختزلو ب 2 غتبقى لنا ناقص 1 على 2. اذا المعادله عندها جوج ديال الحلول، الحل الاول هو هذا والحل الثاني هو هذا. وتنكتب في الاخر اس ايتيغال لونسومبل اللي فيها موان جوج وفيها موان زان سوغ دو. وبطبيعه الحال ماشي بالضروره انك ترتبهم مادام تنهضرو فقط على المعادلات، يعني ماشي بحال المتراجعات. هنايا دير مثلا تسبق بهذا ولا تسبق هذا ماشي مشكل. اذا هذا بالنسبه للمعادلات من الدرجه الثانيه كيفاش غادي نتعاملوا معهم. غادي نزيدوا فقط هذه الفقره ديال التعميل اللي هي ضروريه وغادي كتنفعنا بزاف، يعني سواء في المعادلات او في المتراجعات. دونك هنا غادي نعتبروا هاد كتسمى الحدوديه، يعني غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نبقاو نعملوا هاد الحدوديه بولينوم دو سكوند دوغري او بيان تسمى ترينوم. اذا بنفس الطريقه كنحسبوا دلتا، وبالنسبه لهاد النتيجه اللي كنلقاو في دلتا بطبيعه الحال تيكون عندنا ثلاثه ديال الحالات، اما داك العدد يكون سالب او تيساوي صفر او فوق الصفر يعني موجب. اذا في الحاله الاولى فاش يكون دلتا اصغر قطعه من صفر، تنقول ان هاد البولينوم او هاد التعبير هذا ما يمكنش انك تعمله. دونك نادمي با دو فاكتوريزاسيون دون ار، ما يمكنش انك تعملو في ار. بطبيعه الحال نتوما تتقراو لحد الان هذه المجموعه ار هي لونسومبل دي نوم غيال. الحاله الثانيه فاش يكون هاد لو ديستريمينون دلتا ايتيغال ا زيرو ستادير نول، هنا تنقولوا يعني كما شفنا في المعادلات يعني تيكون عندها واحد الحل. بطبيعه الحال هنا يمكننا نعملوها، والتعميل ديالها الطريقه كيفاش كنديرو هي هادي. دونك التعميل ديال هذا كيساوي بطبيعه الحال هادي، يعني الا بغينا نكتبوها بكتابه يعني معمله، تنديرو ا عامل. بطبيعه الحال ا هو المعامل ديال اكس او كار، يعني تندير ا عامل وتندير اكس ناقص موان بي سوغ دو ا. هاد موان بي سوغ دو ا هو الحل اللي قلنا قبيله فاش تيكون هاد دلتا تساوي صفر، الحل ديال المعادله. دونك بطبيعه الحال هنا راه ما خديناش انها كتساوي كتساوي زيرو، يعني ماشي معادله بصفه عامه حدوديه. دونك التعميل ديالها هو اكس ناقص داك الحل كلشي استثنان. مزيان، اذا هذا الحاله الثانيه. غادي نمشيو للحاله الثالثه ديال دلتا فاش يكون موجب قطعا. دونك هنا
كما قلنا المعادله الى درنا تي تساوي زيرو المعادله كتقبل جوج ديال الحلول. اذا التعميل ديال هذا التعبير هذا كيساوي ا عامل لي اكس ناقص داك الحل الاول عامل عاوتاني اكس ناقص داك الحل الثاني. اذا هادو هما مختلف الحالات اللي عندنا بالنسبه للتعميل، وغادي نشوفوا امثله باش تزيدوا تفهموا اكثر، وغادي نخدموا على يعني الامثله اللي ديجا درنا قبيله في المعادلات. اذا مثلا الا خدينا المثال الاول، هنا عندنا اكس كاري زائد 2 اكس زائد 3 مثلا، حنايا بغينا نعملوا هذه ولا نشوفوا واش اصلا قابله للتعميل او لا. اذا غادي نمشيو غادي نحسب دلتا، دونك احنا حسبنا يعني كما اصلا حسبنا قبيله لقينا فيه ناقص 8. دونك في هذه الحاله تنقولوا ان هذا التعبير غير قابل ل للتعميل. دونك هنايا في هذه الحاله اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 3 نادمي با دو فاكتوريزاسيون دون ار، اذا ما يمكنش اننا نعمله. غادي ناخذوا المثال الثاني اللي خدمنا في المعادلات اللي هو اكس او كاري موانس 6 اكس بلس 9. دونك هنا في هذه الحاله حسبنا دلتا ولقينا كتساوي صفر، يعني دلتا كتساوي صفر، يعني في هذه الحاله بطبيعه الحال هذا التعبير تيقبل التعميل. والتعميل ديالو ها كيفاش كنديروا ليه؟ كندير ا عامل لي اكس ناقص هذا، هذا هو الحل كل شيء واستثنان. دونك هذا راه ديجا حسبناه قبيله لقينا في الحل ديالها اصلا هو 3. اذا التعبير ديالها التعميل ديالها عفوا هو اكس ناقص 3 كل شيء واستثنان. دونك راه الا نشرتي هذا راه غيتلقى هو نيت هذا، دونك هذه راه متطابقه هامه. غادي نمشيو للحاله الاخيره وغادي ناخذوا نفس المثال اللي خدينا في المعادلات اللي هو 2 اكس اس 2 زائد 5 اكس زائد 2. دونك حسبنا دلتا ولقيناها 9، يعني دلتا سوبيريور ستريكتومون 0 يعني بوزيتيف. ودونك غادي التعميل ديالها غادي يكون هو، وحسبنا اكس 1 لقينا ناقص 2، حسبنا ايضا اكس 2 ولقينا ناقص 1 على 2. اذا التعميل ديال هذا التعبير هذا اشنو غادي يكون؟ غادي يكون هو هذا الشكل، يعني غادي ندير هنايا ا اللي هو 2 عامل لي اكس ناقص الحل الاول. دونك الا درتي اكس ناقص ناقص 2 ناقص ناقص هي زائد 2، دونك داكشي علاش درنا هنايا زائد 2. وهنا كنديروا اكس ناقص ناقص الحل الثاني، دونك ناقص ناقص 1 على 2 هي زائد 1 على 2. دونك الى هنا نصل الى نهايه هذا الشرح. مرحبا باسئلتكم واستفساراتكم عبر التعليق اسفل، لا تنسوا مشاركته مع باقي اصدقائكم حتى يستفيدوهم ايضا. غير ذلك اشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.